كم في عينك على الإدارة نحكي على تشكيات ونقص في اللحوم البيضاء خاصة عدة نقاط تشكي وجدنا التشكيات يسألوا على اللحوم البيضاء. ديال الكريفي من وزارة التجارة يعطيكم الجواب، فما نقص أو لا، هالمشكل في التوزيع ولا فعلا فما نقص في مادة اللحوم البيضاء. سينا نحكيه على التمديد في السولد الصيفي في عينك على الإدارة. يرجع لنا بعد غياب نسب غطاس، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين، مرحبا بالزملاء. ومبتسم دائما بالبنط العريض خالد كرونة، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، وان شاء الله متابعه طيبه لكافه مستمعاتنا ومستمعينا. تحياتنا لكم جميعا. بعد شويه نذكركم نجموا تتفاعلوا معاه بالبنط العريض في المواضيع اللي حكينا فيها. رفيق دريدي تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا يا زينه، مرحبا، عوده موافقه لاستاذنا. مرحبا يا سي خالد، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل واللي يتفرجوا فينا. وبالوي عارف الاخراج فاطمه العبار في التنسيق، زاهر بن حميده ودليل نصري امنونا اللايف ستريمينغ، رفيق دريدي دي الكريفي وسامي العرفاوي في فريق الاعداد. تود سويت بالبنت العريض. بالبنت العريض، اهلا وسهلا. ضيفنا البارح ايمن بغطاس، عضو هيئه الانتخابات، كل شيء جاوب عليه بخاتيكم البارح. صحيح زينة، ضيفنا قبل ما ندخل في التفاصيل، عضو مجلس هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس كان ضيفنا البارح، جاوب على جملة من المعطيات بما فيها المعطيات المتعلقة بالجدل مع المحكمة الإدارية، موضوع المناظرة، وكذلك جاوب على مسألة رفض اعتماد بعض الملاحظين التابعين لعدد من الجمعيات. نسمع التصريح. هل فما مناظرة ولا ما فماش؟ والتصريح نسمعوه بعد قليل. قبلها نستسمحكم نرفع لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. راجعين بالبنت العريض. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات. بالبنت العريض تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رفعنا إلى حضرتكم إذن صلاة الظهر راجعين. هذه بالبنت العريض نذكركم بأهم مواضيعنا وبمواضيع البنت العريض. تونس تصوت لصالح تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في علاقة طبعا بالقضية الفلسطينية. هيئة الانتخابات تحسم الجدل مع المحكمة الإدارية وتأكد وأنه لم تقوم بالاستيلاء على أي صلاحيات، وأنه أيضا في علاقة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية فإنه قانونيا هناك استحالة في تنفيذ الأحكام. تفاصيل نرجع عليها معك رفيق دريدي بالبنت العريض. نذكر وزينة كان وظيفنا البارح كان عضو مجلس الأئمة العليا المستقلة للانتخابات تيمم بوغطاس يرجع على جملة من النقاط المثيرة للجدل في الفترة الأخرى بما فيها مسألة الاعتمادات والإشكال مع لتنفيذ قرار المحكمة الإدارية. بوغطاس يقول كون الجدل كان حول الحكم والغموض والنقص في المنطوق، وبالنسبة للمناظرات في الانتخابات الرئاسية فإنها باش تكون حسب رغبة المترشحين. نسمع أهم ما جاء في حوار أيمن بوغطاس. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض التنفيذ. قانون المحكمة الإدارية كيقول عدم تنفيذ يتحدث على عدم التنفيذ المقصود. ما يمكنش اليوم باش نقبله كونه مؤسسة دستورية ترفض تنفيذ أحكام. لكن الوضعية اللي نحن فيها هي وضعية استحالة التنفيذ. شنو الفرق؟ عدم التنفيذ المقصود يعني يجيك الحكم حسب الإجراءات اللي يقتضيها القانون وترفض تنفيذه. الوضعية اللي عنا هو استحالة قانونية للتنفيذ وهذه موجودة. الاستحالة منين جات؟ تم تبليغنا خلال 48 ساعة فقط بمنطوق. المنطوق لم يتضمن صراحة ترتيب الآثار القانونية، معناها لم يتضمن إدراج، يقول لك المترشح هذه تلغي قرارك وتدرجه، لم يتضمن. لكن فما غموض. الهيئة لا تستولي على أي صلاحيات، الصلاحيات راهو يضبطها القانون. نحن اليوم كهيئة عليا مستقلة للانتخابات كيف تجينا مراسلات رسمية من جهات مالية حول وجود شبهة، ما نجمش نقدم اعتماد. اللي هما يتلاقاو في تمويلات من الخارج. به هو ما يكفيش راهو شبهة تجي من تمويلات من الخارج فقط، حتى حجم التمويلات وزمن تلقيها. لقيتوا في اللي قدموا لكم اعتمادات شكون مؤخرا مازال كفير تلقى تمويلات ضخمه ومشبوه؟ تزامنت مع بدايه الانتخابات بمبالغ كبيره. الجديد المره هذه بالنسبه للتصويت للناخبين بالخارج هو كونه مبدا التصويت الحر، بمعنى كل تونسي مسجل موجود في السجل الانتخابي وعنده بطاقة هوية سواء جواز سفر أو بطاقة تعريف يكون سجل برا ولا داخل، وأيام الاقتراع 4 5 6 يكون موجود بالخارج، أي مكتب اقتراع موجود يعطيه الحق أنه يدخل وينتخب ويمارس حقه الانتخابي. بالنسبة للمناظرة قانونا موجودة، لكن تبقى أهم عنصر في المناظرة هي ما يقبل به أو ما يدلي به وما يصرح به المترشحين، يعني إذا كان هي مبنية أساسا على موافقة المترشحين. هذا هو. ميرسي بوكو رفيق الدريدي. تقريبا أهم النقاط في حوارنا البارح رجع عليها. نبدأ بالأساس، فما نقطة في البيان اللي سألنا عليها البارح ضيفنا اللي هي حكينا فيها نيس بوغطاس خالد كرونا على البيان الأخير لهيئة الانتخابات اللي قالت لو تم رفض اعتماد بعض الجمعيات لمحافظة الانتخابات الرئاسية 2024 نظرا وأنها كانت مشبوهة حسب جهات رسمية. البارح سألت الجهات الرسمية هذه شكون، فهيئة الانتخابات على لسان سي أيمن بوغطاس أكدت وأنه الجهات الرسمية اللي أثبتت بالأدلة وأنه فما أموال مشبوهة لبعض الجمعيات هي البنك المركزي وطبعا لجنة التحاليل المالية بوغطاس. وكذلك بالنسبة احنا كنا جبدنا في نفس الموضوع وحكينا فيه وقلنا وكونه اللي ثابت أنه هيئة الانتخابات رفضت اعتماد هذه الجمعيات بناء على معطيات رسمية ومعطيات حسب الكلام اللي قاعد يتقال، خاطر ما عندناش إطلالة أو اطلاع على ما وجد.
لكن حسب اللي فهمناه من نهار الاول انه فما جهه رسميه اللي هي لجنه التحاليل الماليه اعلنت انه فما اموال مشبوهه تم تلقيها من قبل هذه الجمعيات في هذا الظرف بالذات، واللي يخلي انه قرار الهيئه في عدم الاعتماد كان في طريقه، اعتبر انه كان في طريقه، وان قال لك تزاملت معناها هنا مازال مؤخرا كيف غير معناتها جاوا الفلوس للانتخابات باش يدعموا الجمعيات هذه في الانتخابات. بيقول القائل هما لملاحظه الانتخابات هل أنه تلك الأموال كانت أموال لملاحظة الانتخابات دون غيرها أو لاستعمالها لأشياء أخرى؟ نعم. وهذه حاجة. وثاني حاجة السقف متاع الأموال قدش كان، هل أنه كان ضخم بدرجة أنه يولي فما كما نقولوا نحن معناتها اشتعل الضوء الأحمر اللي يؤكد أنه اللي يؤكد أنه فما في الأمر ريب، اللي يخلي انه فما شبهة متاع اي حاجة تخلي تأثر على السير العادي للانتخابات او على التأثير على الناخب او غيرها من الاشياء اللي مرتبطة بالانتخابات. وكان من الاسلمي وكان القرار اللي استخدته هيئة الانتخابات كان سليما من الناحية الواقعية والقانونية، باعتبار انه درءا لاي معناتها شبهة ودرءا لاي اشكالية نجم توقع من خلال هذه الجمعيات. تمويلات مشبوهة، هذا كلام البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية. خالد كرونة في حلقة أيضا بالمناظرة سألت ضيفي البارح سي بوغرطاس هل ستكون مناظرة ولا من خلال القرعة اللي صارت على التلفزة الوطنية، فقال لي رو على عكس ما فهمتوا، ما قلناش رو ما فهمش قرعة، هي موجودة القرعة ما فهمش مناظرة، ولكن ما فهمش مناظرة ولكن أشوى حسب اختيار المترشحين ثلاثة معنا. ثم زوز نقاط. النقطة الأولى ساعة المتعلقة بمسألة التمويلات، علاقة بين هيئة الانتخابات وبين التمويلات، باش الناس تفهم شوية. المفروض أي هيئة متاع انتخابات يوكل إليها أنها تدير هذه الانتخابات، هي عندها مصلحة لسمعتها هي، لأدائها هي كهيئة، أن يتجد أقصى وأكبر عدد ممكن من الملاحظين. يعني المفروض يجب أن يكونوا فاهمين اللي من يعني مستبعد وسخيفة الفكرة أنه هيئة مسؤولة على الانتخابات هي تحب تستبعد وجود مراقبين، هذاك بالعكس يعزز شرعيتها. وإحنا عندنا هيئة مطعون فيها من جانب جزء من الطيف السياسي في البلاد، قال شنو، قال ما معينة وما هيش منتخبة وترشحية، يعني المفروض هي حريصة على هذا. ده مسألة التمويلات اللي هي عندها علاقة مش فقط بهيئة الانتخابات، خاطر هيئة الانتخابات ما هي الجهة مخولة باش تحكم التمويلات هذه شرعية مش شرعية. المسائل هذه مربوطة أولا بالبنك المركزي ومربوطة تاليا بالقضاء، لأنه في نهاية المطاف حتى كي يبدأ البنك المركزي يعتبر لي ثم شبهة، ما هوش هو اللي عنده صلاحية الجزم بأن الشبهة تتحول من شبهة إلى تهمة وتتحول إلى مادة معناها يتبعها للقضاء، مادة جزائية. به من الواضح حسب المعلومات اللي أدلى بها سي أيمن بوغطاس اللي الهيئة تلقات إشعارات من السلطات، من السلطة التنفيذية، تقول لها راهو هذا الأموال متاع الجمعية الفلانية والفلانية والفلانية هذوما عليهم نقاط استفهام، يرحم والديك يا سي هيئة ما تدخلهمش في الاعتماد، تعطيهمش بطاقات اعتماد. بينما ثم جمعيات أخرين خذوا اعتماد. الحكاية هذه ثم ناس يحبوا يفهموها لأنها في التوظيف سياسي، لكن ثم ناس ذاك النجم نخموا فيها بطريقة جدية. نطلبوا حاجة برك، أنه الإجراءات التي اتخذت والشبهات هذه يلزمها تتكشف وتاخذ مسارها القضائي، واللي يستاهل باش اللي عنده تمويلات مشبوهه او تمويلات يراد منها العبث بالعمليه الانتخابيه خليه ياخذ جزاؤه، واللي تمويلاته سليمه واداؤه المالي مريقل خليه يخدم على روحه. المساله بسيطه. مناظره، تعال نحكي على المناظره زينه. المناظره انا بالنسبه لي كمواطن اعتبر ان وجود مناظره في الانتخابات الرئاسيه هي تقليد بدايه تكرس في تونس، ومن مصلحتنا مش فقط كتوانسة، من مصلحتنا حتى في صورة تونس في فضائها العربي وفي فضائها الإفريقي، لأنه مش كل الدول اللي بجنبنا في الانتخابات الرئاسية متاعها تقع مناظرات. وانتم تتفكروا المناظرة في 2019 وكيفش قربت المفاهيم للناس وكيفش كرست صورة التنافس اللي يلزم تكون يكون ديما وكانت أيضا اختيارية
اي طبعا حتى هي تور مش معقول باش هيئه الانتخابات تكون عندها سلطه على المترشحين باش سلطه الزام يعني لكن احنا توا نقولوا اللي من المستحسن انه التقليد هذا يتكرس لانه اذا كان يتكرس ويتكرر يصبح تقليد معناها نعطي مثال المقلوب باش لكن مش باش يصير في الانتخابات هذه ما نحبش ندخلوا احنا في النقاش هذايا اما نعرف انا مثلا الانتخابات الامريكيه مثلا المرشح ترامب رفض باش 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 تكون ثم مناظره ثانيه يعني شارك مناظره واحده اما كل الدول الديمقراطية في العالم تحاول من مصلحتنا احنا كنخب وكإعلاميين ومصلحة الشعب ومصلحة صورة تونس أنه تصير مناظرة إن شاء الله المترشحين يقبلوا المناظرة. أنيس بوغطاس ضبط الهيئة للأسعار هي فقط يقول ضيفنا أيمن بوغطاس وإنها أثمان مرجعية صارت حملة تندر أكيد وشفتوها وتبعتوها قلك علاش الهيئة تضبط في نسوم الدجاج والماء وهذا كان سؤالي ليه البارح فقال لي راهي أثمان مرجعية عندك 100 مليون ولا 150 في الحملة من بعد نتحاسبوا بهم وكهو. هو راهو الهيئة احنا قبل الثورة ما كانش عندنا ثقافة انتخابية وطعن في الانتخابات وغيره. القضاء الإداري بالخصوص في السنوات الأخيرة منذ بداية ممارسة العملية الانتخابية بطريقة ديمقراطية ولا عنا فقه قضاء على المحكمة الإدارية. فقه القضاء المحكمة الإدارية هو مرجع لكل الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية. حسب اعتقادي أن هيئة الانتخابات راجعت روحها في الأخطاء اللي ارتكبتها في السنوات الفارطة وفي التجارب الفارطة في الانتخابات باعتبار أنها لم تقوم بوضع معناتها أثمان مرجعية حتى يتم من بعد قبول طعونها في بعض الملفات الواردة عليها من المترشحين من قبل المحكمة الإدارية. أعتقد أنه وضع هذه القائمة المرجعية هو فقط لغلق الخطأ اللي عملته قبل صلاح. على خاطر كما في آخر انتخابات تشريعي جات المحكمة الإدارية قالت لها شنو الريفيرانس نتاعك قالت لها شنو هي الريفيرانس ولا المرة هذه عملوا ريفيرانس وهذا تعلموه من فقه القضاء باش في كل مرة باش تعلموا حاجة باش تنضاف من اللي هي معناتها أنا نعتقد وكونه حاجة تكنيك حاجة تقنية فقط ما عندها حتى علاقة بالثمن اللي يحكيوا عليه واللي يتندروا به العبيد. نجيكم إلى الموضوع اللي خليته لكم الأخير وهو الجدل مع بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية والهيئة تعتبر أنه القاضي ما يزموش يخرج يبرر لاحقا الحكم نتاعو لأنه ينجم يمس حتى من مصداقيته حسب ما قالوا سي أيمن بوغطاس ولكن وضح رانا مانيش ضد الهيئة لكن رانا منجموش ينطبقوا على المسودة والمنطوق نتاع الحكم شيء متأخر. هو نفس الموقف اللي كنا حكيناه في البرنامج هذا أو كذلك ولكن شوف باهي كي نحكيه في الموضوع هذا اعتبار أنه أسئلة حبر كثير هذا الموضوع وعديد المؤاخذات وعديد الانتقادات اللي خليت أنه معناتها العبيد شق يمشي في ثنية وشق في ثنية لكن الحقيقة يجب أن تقال ويجب أن تفهم بطريقة موضوعية صح. باعتبار أنه من المفروض أن عندما ينطق بالحكم وتقضي المحكمة فيما قضت به وهو كذلك لا يمكن مهما كانت التكاليف أن تدافع المحكمة أو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم عن حكمه صحيح. باعتبار أنه ذلك الحكم صدر باسم الشعب دونك ما تخرجش من بعد في الميديا تبرر لا يمكن لأي سبب كان الدفاع عن الحكم هو حكم صدر باسم الشعب صدر في بعد المفاوضة ولا هي مفاوضة قانونية ولا يمكن الدفاع عنه تطبيق عدم تنفيذ كل ما يترتب عن ذلك هذه حاجة نحكيه فيه أما أنه احنا نخرج ندافع على حكم من القضاة اللي أصدرته هذا سابق وأعتبر أنه اليوم يبدو أنه صارت عديد الإشكاليات أو عديد الضغوطات أو عديد الأمور اللي خليت تصير الحكاية هذه ضغوطات بمعنى
ضغوطات أعلامية ومن العبيد اللي معناتها سعات في من جانب أو من آخر في أنها تحاول باش تأزم الوضعية أو تحاول باش تأجج العلاقة بين المحكمة الإدارية أو هيئة الانتخابات. نعتقد اليوم وأنه الجدل أصبح من فعل الماضي وانتهى بالدعوة للانتخابات وبطبع المطبوعات الرسمية للانتخابات وبتفسير اللي قاعد الأعضاء الهيئة الانتخابات قاعدين يقدموا فيه في الأعلام. الإشكال أصبح من الماضي ولا يمكن الرجوع عليه بأي حال من الأحوال، وما حصل هو يدخل في إطار الجدل المؤسساتي اللي هو راهو مش يعود علينا بالنفع، باعتبار أنه لو لم نخطأ لا يمكن أنه في قادم المحطات وفي قادم المراحل اللي تعيشها البلاد أن ناخذوا من الأخطاء متاعنا ونصلح. أنا نعتبر وكون هذا الجدال هو جدال صحي وليس مرضي، ما عنديش حتى شك في أنه كان صحيا. هل تتفق مع أنيس بوغطاس اللي يقول لك الجدل حاجة صحية في الأثناء؟ هيئة الانتخابات أعلنت صراحة وتقول لنا ما استوليناش على صلاحية أي طرف، وكل ما يقال هو تزيد في التصريحات. في الأثناء فسر البارح السي أيمن بوغطاس وأنه هيئة الانتخابات أو قانونا هناك استحالة في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية. اولا باش نفهموا السي ايمن بوغطاس عضو الهيئه المستقله للانتخابات هو نفسه قاضي اداري. نعم، هو نفسه اشتغل في المحكمه الاداريه في 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 فض نزاعات انتخابيه، وهو كذلك يعني هو المفروض كشخصيه يملك الماده القانونيه التي تؤهله لقول ما ينبغي قوله. صح. لهنا ثم ملاحظة فقط وما نعرفش ما نشتركش فيها أنا وسي أنيس، هو أنه المحكمة الإدارية ماهيش أول مرة وقت اللي جهة معينة تقاضت عند المحكمة تطلب من الرئيس الأول المحكمة الإدارية إلزام الخصم متاعها بتنفيذ قرارها. أنت تعرف وأنت أعلم مني بالقانون وأنت رجل القانون أنه المحكمة الإدارية وهذا معناها قضية أخرى ويطول فيها الحديث ما عندهاش آليات تنفيذ قراراتها، وكلاش عشرات بل ربما مئات القرارات اللي اتخذتها المحكمة الإدارية في تاريخ الدولة التونسية لم تجد طريقة إلى التنفيذ، هذه قضية أخرى. أما القانون يخول للإنسان لأي جهة إدارة ولا حتى شخصية يعني فردية، يعني شخص فردي شخص بيرسون فيزيك، أنه ينجم كيبدا عنده حكم يطلب يلجأ المحكمة الإدارية يطلب مساعدة على تنفيذ الحكم. هذا هو اللي صار. دونك القول أن المحكمة الإدارية علاش خرجت حيثيات حكمها ولا علاش كذا ربما يولي داخل في نطاق الشيء اللي كنحكي فيه سيانيس، اللي هو ثم شوية تنابذ ما بين هيئة وما بين محكمة، اللي هما الاثنين المفروض كما قال سي أمين بوغطاس البارح اللي هما المفروض أنه الهيئة تلتزم بقرارات ككل المؤسسات تلتزم بقرارات المحكمة الإدارية. أنا أظن المسألة ما نجموش نقعدوا نناقشوها في النطاق القانوني حتى كان بحثنا قانوني اللي هو سيانيس. القضية عندها بعد سياسي، خلينا نقول الأمور بصراحة، لأن الناس الذين يلحون وعاملين كما أشار سيانيس توا شادين حكاية قرار المحكمة الإدارية يعني الخلفية سياسية، والناس اللي بالنسبة لهم كيفما كانت الأحوال دائما ما تقوله هيئة الانتخابات هي التي على صواب، كيف موقف سياسي. لكن احنا اليوم قدام لحظة انتخابية غير قابلة للتغيير غير قابلة للتبديل. نعم. إذا كان باش ندخلوا في التحليل السياسي ينجم أن نعمل لك تحليل سياسي واحد آخر، نجم نقول لك المحكمة الإدارية تعمدت مش ندخلوا في قراءة النوايا وقتها تعمدت أنها تترك ثغرة، والثغرة هذه اعتمدتها ليزي. يعني شوف خطر احنا زد عندنا ثقة راهو ونعرفوا قضاتنا، المفروض أنهم مش كما قال سي أمين أيمن بوغطاس البارح، المفروض أن وقت اللي هما يعطيه حكم من الأول يحطوا الظروف معناها يوضحوا ما يترتب عنه، وهذاك علاش ليزي لقات حجة دفع بها على روحها. على أي حال هذا كله براو باتا من الوضع، وأنا معك سي أنيس مش دافع تما يقول لك راهو عمرنا ما نفذوا على المسودة. لا دافع إيه أنا نحكي للدفاع القانوني بتوضيح بعض الأمور. إيه مثال عفو لحظة برك وباش توضح لنا بالطبيعة أنت رجل القانون. اللي يعنينا إحنا في النهاية هو أنه هذا جدل، النقطة الوحيدة اللي نجم نتهموا فيها اللي هو جدل مفيد صحيح، نعم، لكن
أهم حاجة نأسسوا عليه أنه في المستقبل يلزم المحكمة الإدارية عندها آليات تتنفذ بها، ويلزم القرارات تكون معللة وواضحة وتحترم الأجال، لأن هذه من النقاط اللي زيزد احتجت عليها، قالت ما كانتش الأجال. أنا أنزه من هذا المنبر السادة قضاة الإداريين من أي تهمة في تسييس هذه الملفات مهما كان مصدرها. نعم، هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية اللي يلزم نفهمه، راهو في خصوص القرارات، سمحني ما قلتش هما مسيسين، انا قلت الناس استغلوا موقفهم. انا بناء على كلامك انت، العبيد اللي تنجم أيوة. تستغلهم، انا نزهوا الموضوع هذا، انا نعتبر انه حاجه مستحيله. اي هما مش ياخذوا موقف سياسي ولا شنو دوره، كانت قرارات صادره على جلسه عامه فيها الساده القضاة وخذوا قرارهم بناء على قناعاتهم وعلى ما وجد بالملف. نعم، باهي. هاو الاشكال اللي صار نوضحوه في جمله. المحكمة الإدارية هي محكمة راهي قبل أن تنظر في أصل الملف تنظر في الإجراءات، في الشكل، كما سبق أنها رفضت بعض الملفات اللي مكتملة بنسبة 90% متاع الهيئة في الطعن مثلا في مصاريف الانتخابية أو غيره بناء على عدم وجود قائمة مرجعية. اليوم الغلطة الصغيرة اللي حصلت واللي اليوم قاعدة مكبشة فيها الهيئة الانتخابات وديما تقول فيها، أنه في منطوق الحكم تاع المحكمة الإدارية مرتبتش. لم تأمر الهيئة بإدراج ذلك الشخص في القائمة الانتخابية، وبناء عليه لا يمكن تنفيذ ذلك الحكم. هذا القاعدة تقول فيه، وتقول واللي هو نفض على المسودة. لا ومهم خاطر هما شو هما قالك الغاؤه كذا كذا، كان مع تفهم جملة مهمة تحكي فيها قاعدين، أي أنه لم تأمر بإدراج ذلك الاسم بالقائمة، وبالتالي احنا ما غير قادرين على تنفيذه. أيوة. معقول معناتها كان مش نحكيه كل واحد يشد في 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 الشكل بما يعنيه الشكل وما تعنيه العبارات القانونية من تأثير وترتيب قانوني عليه، راهو ننهيوها الجدل معناتها نهاية، ما عادش نحكيه في الموضوع، انتهى. وانتهى الحديث في الجدل هذا، قوس وسكنه ما عادش رجعي ليه مبدئيا. الله أعلم في التطورات. واصل سي رفيق قبل ما نمشي لغنك على الإدارة. بالضبط، زينا نواصلوا مع ثاني مواضيعنا في بالبنط العريض. البارح كانت خطوة تاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بكون 124 دولة من بينها تونس صوتت لصالح إنهاء الاحتلال الصهيوني في ظرف عام في الأراضي الفلسطينية. تونس كانت صوتت مع القرار هذا اللي كانت تقدمت به دولة فلسطين بخصوص تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يخص الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية مع 123 دولة أخرى. في كلمة تونس بالمناسبة هذه، جدد المندوب الدائم لتونس في منظمة الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، جدد ترحيب تونس بالرأي الاستشاري ودعا المجموعة الدولية لتحمل مسؤوليتها في وضع الآليات الكفيلة بتطبيق مضامين ومقتضيات الرأي هذا. كيف جدد دعوة تونس للمجموعة الدولية ومجلس الأمن أنهم يتحركوا فورا لوضع حد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني. وقف تونس واضح وما فمش عليش باش نعلق عليه، موقفنا واضح حكينا فيه في أكثر من مرة، هذا هو موقف يذكر فيشكر. والكلمة البارح للمندوب الدائم السفير طارق الأدب الحقيقة كانت كافية وضافية وشافية غير بعض. نمشي لتحقيقات اللبنانية في التفجيرات، سلسلة من التفجيرات الثانية، موجة ثانية كانت شهدتها لبنان بارح من التفجيرات، وقت اللي كان يتم تشيع عدد من جثامين الضحايا الشهداء اللي كانوا في السلسلة الأولى ضحايا تفجيرات البيجر. تفجيرات البيجر نهار الثلاث والبارح الأربعاء كان تم تفجير أجهزة آيكوم للاتصالات في مناطق متعددة من لبنان، خاصة في الضاحية الجنوبية وين موجود حزب الله اللبناني. وصباح وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض كان أعلن كونه حصيلة الشهداء في نهارين من التفجيرات وصلت ل 32 شهيد وآلاف الجرحى في الموجة الثانية هذه من التفجيرات. مرة أخرى مرة حصيلة ثقيلة زينة، ومرة أخرى
المرة هذه شركة آيكوم بعد ما كانت شركة بيجر التايوانية انفات كونه تم تصنيع الأجهزة هذه عندها في تايوان، وقالت كونه فما شركة أخرى مجرية صنعت الأجهزة. شركة آيكوم اليابانية تقول كونه وقفت إنتاج الأجهزة هذه من 10 سنين ما عادش تنتج في أجهزة آيكوم 82 اللي انفجرت البارح في لبنان. دخلوا شركة أخرى ثالثة دخلت على الخط اللي هي البي أي سي كونسولتينج بودابست. بالضبط، هي الشركة المجرية وشركة آيكوم اليابانية تقول كون المنتج هذا ما هوش أصلي لأنه فما نماذج أخرى والتي تتباع بعد ما وقفت هي إنتاج النوعية هذه. بالضبط أستاذ خالد، فتقول كون هي بتحقق إذا كان قامت واحدة من الشركات بتصنيع قنبلة موجودة في جهاز يشبه منتجاتهم، وإذا كانت أصلية فإنهم بش يتبعوا كيفاش وصلت حتى لبنان وتم تثبيت المواد المتفجرة فيها. في الأثناء أعلن حزب الله استشهاد 25 من عناصره في تفجيرات أجهزة اتصال آيكوم اللي صارت البارح. وبش نسمعوا كلمة رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين بخصوص الرد اللي قال كونه بش يكون حتمي، وتحليل الخبير العسكري اللي يسحنا بخصوص رد حزب الله. برنامج المقاومة لم يتأثر ولن يتأثر على الإطلاق. هذا العدوان حتما له عقابه الخاص وله قصاصه الخاص. هذا العقاب آت حتما بإذن الله تعالى، ولن نتحدث كثيرا فالكلام غدا لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور كلها ونكون أمام مواجهة جديدة مع هذا العدو. بين البارحة واليوم جغرافيا أوسع والعدد أكبر، والبيئة التابعة لحزب الله هي المستقصدة بطريقة مباشرة. فإذن من مبدأ التناسب ومن مبدأ الرد الذي تحدث عنه أمين عام حزب الله، يجب أن يكون الرد بالتناسب، يجب أن يكون الرد على عدة مناطق داخل إسرائيل، ويجب أن يكون التناسب بالرد على مدنيين داخل إسرائيل، وهذا الأمر يعتبر تابو بالنسبة لنتنياهو. من هنا اليوم هو يريد إبعاد غزة عن الضوء لأنه يريد أن يحكمها عسكريا، من هنا تعيين قائد عسكري بطريقة غير مباشرة وربطها بالضفة الغربية، وبالتالي صرف النظر عنها والتوجه إلى حزب الله. اليوم الإدارة الأمريكية تدير الحرب بشكل أن تأتي نتيجتها مناسبة لها في الإقليم. انفجارات ثانية، تحقيق لبناني أولي يكشف سبب التفجيرات الأولانية متاع البيجر حسب المعطيات اللي أعلنت عليها رسميا السلطات اللبنانية، فإنه الأجهزة كانت مبرمجة سابقا. دونك لبنان تعتبر وإنه المواد الخطيرة تم زرعها مسبقا وقت التصنيع، مش في السلك بعد، لا في توزيع قد كورونا لا لاحقا لا، واعطت حتى طريقة التفجير تقول الطريقة تدل إنها كانت بروغرامي مسبقا مبرمجة وفيها مواد متفجرة زرعت وين اللي باتري متاع أجهزة. في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، التقرير اللي تنشر البارح، تقول أنه المصنع الحقيقي للأجهزة هذه هي الاستخبارات الإسرائيلية بالأساس، والشركة المجرية فساد واجهة للاستخبارات أو الاستخبارات الكيان الصهيوني. احنا طول وقت ضيق 3 أو 4 إشارات على سريعة. أولا، هذا الذي حدث في لبنان في اليومين المتواليين ينبغي أن يفهم على أنه خلافا لما قالوا البعض اللي هو هجوم سبراني. كي نحكيه على حاجة سبرانية معنا نحكيه على كمبيوتر سيكوريتي، هذا أمر ما عندوش علاقة لا بالكمبيوترات ولا شيء، هذه بلطجة صهاينة، ما هيش دليل على تفوق تكنولوجي، دليل على اختراق مخابراتي لسلاسل التوريد، وما يدل على حتى قوة تكنولوجية إطلاقا. هذا الأمر الأول ينبغي أن يصحح. ثانيا، التحدي الرهان الكبير اللي باش يخلقوا على مستوى العالم، الأزمة مش في لبنان، سلاسل التوريد في العالم الكل تو باش تطرح عليها أسئلة، شركات التصنيع اللي تصنع خاصة في سيارات الغد، السيارات الكهربائية اللي هي تعتمد بطاريات الليثيوم اللي هي المادة الأساسية اللي تم اعتمادها باش ينجم يفجروا بها، هذا باش يطرح رهانات كبيرة على التكنولوجيا صار عليها حولها برشا. السؤال الأكبر الآن، هي ها ثم عدد من الشهداء وعدد ربي يرحمهم وثم عدد من الجرحى ربي يعافيهم ويشفيهم، هي وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ يعني هل هذا سيؤثر على قدرات المقاومة؟ هل هذا سيغير المعطيات على الأرض؟ نعم. احنا باش نسمعوا الساعة دبور خطاب متعلمين العام اليوم العشية نصر الله، وباش نشوفوا رد الفعل الذي سيحصل
ولكن مسبقا سأقول كلمة واحدة، هذا لا يعني أن الصهاينة قادرون على شن حرب واسعة في لبنان. أنيس بوغطاس، هل الاحتلال الصهيوني اليوم بالتفجيرات المتتالية يستعرض اليوم في عضلاته في قدراته؟ نعمل رد قبل الرد. هما قاعدين يعملوا في استباق لما ستؤول إليه الحرب مع الجانب اللبناني. نعتقد وكونه تأكيدا لكلام خويا خالد اللي حصل اليوم الضربة هذه بصراحة خالد معناتها مش تكون فما عندها تأثير حتى على الاتصالات داخل حزب الله اللبناني، وهي معناتها في مرحلة اليوم إذا اليوم كل الأجهزة ضربت هذه واللي حتى الليقات موجودة إذا ما عادش يستعملوها كيفاش بشي يصير في الأيام القادمة. اليوم الاحتلال هز الجنود متاعه وقربهم للحدود متاع لبنان، فما برشا تحديات وفما برشا معناتها تفسيرات في الموضوع هذايا. نعتقد أنه الكيان الصهيوني استبق هذه العملية خوفا من ما حصل سابقا مع حزب الله. والمقاومة أصدرت رسميا من البارح أمر بإيقاف استعمال كل الأجهزة الإلكترونية مهما كان نوعها وطريقة التفكيك أو التفجير. دايغ اللي صارت راهي مفخخة بنفس طريقة تفكيك خاطر عندهم شبكة سلكية، وضع مادة متفجرة بجنب البطارية. التكتيك الصهيوني المخابرات الإسرائيلية ما بعدتش ديما على التكتيك متاعها. شكرا خالد كرونة، شكرا نيس بوغطا، شكرا رفيق دريدي. مباشرة عينك على الإدارة. بالبنت العريض، وزارة التجارة أعلنت التمديد في الصلد الصيفي بالإضافة إلى بعض التشكيات من غياب ونقص وفقدان اللحوم البيضاء. موجودة ولا مش موجودة؟ ولويها التشكيات في مناطق على عكس مناطق أخرى؟ هذا الجواب تدزويت نعرفه مع ذي أدين الكريفي مباشرة من وزارة التجارة. عينك على الإدارة. عينك على الإدارة. تحياتي لك ذي الدين الكريفي، أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا زينة، تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. كيف ما كنت تحكي، احنا مش نسألوا على اللحوم البيضاء. لحوم الدواجن سجلت مؤخرا خاصة تقريبا نقولوا في شهر أوت نقص في الأسواق. نسألوا برشا مواطنين يسألوا بلايمات اللي فاتوا على السكالوبش في نقص شوي. دونك عموما نحبوا نسألوا على اللحوم البيضاء، وزيدا مش نسألوا على السول. كيف ما كنت انت تحكي، سعيد جدا اني موجود في مقر وزاره التجاره بجانب مدير المرصد الوطني للتزود بالتزويد بالاسعار في رمز طرابلس. صباح النور سي رمزي، كيف الحال؟ صباح النور، تحيه ليك زينه وتحيه لك. اهلا سي رمزي، تحياتي. اسمحوا لك يا زينه، سي رمزي هو صديقي العاصر. طبعا صديق الجميع سي رمزي، تحياتنا لي ديما تاع بي. كنت مع زينه يرجع ديما تحتاش في شمس اللي كمان اكتشافات وشاء الله موفقه زينه في ربي ربي عزك. وانا نفسك المسؤولين اللي يتعاونوا خاصه مع الصحفيين كما كاين بكل شفافيه. يا ذي الوقت يهديك يا ذي. نعم الوقت تدخل اعطينا المعلومه عن سي رمزي. ما عادش وقت احنا بالنسبه للحوم البيضاء زينا ما يخفيكش اللي في شهر اول سجلنا يعني نقص وتذبذب في تزويد السوق من ماده اللحوم البيضاء اللي مرتها تراجع مستوى الانتاج واللي جاي من بعض الامراض اللي كانت لحقت في القطاع. يعني كنا دخلنا نحن في مرحله اولى تم تحديد اسعار اللحوم المنتوجات البيضاء في 7 أوت 2024، لكن بعدها تم اتخاذ عدة إجراءات مثلا لتواصل الاضطراب في السوق خلال شهر أوت يعني نتيجة تراجع مستويات الإنتاج. خلينا بعض الإجراءات وجلسنا مع المهنة وحاولنا التفاوض النقص هذايا. شهر سبتمبر الحاجة اللي نجم نفرحوا بها المواطن التونسي اللي عودة النفق الطبيعي إن شاء الله باش يكون تدريجيا، يعني الإنتاج اللي باش يكون في مستوى الانتاج اللي باش يكون في شهر سبتمبر باش يتجاوز 13000 طن، علما انه نحن مستوى الاستهلاك نتاعنا ولا معدل الاستهلاك ما يتجاوز 12500 طن. ان شاء الله النفق الطبيعي في اليوم في الشهر طبعا يعني 13000 طن باش تكون يعني في شهر سبتمبر. الاشهر القادمه كيف يعني المنحه التنازلي كيف قاعدين نسجلوا فيه في اسعار الدجاج الحي اللي هو تبيعه باش يعكس بعد
على مستوى أسعار الجيش جاهز للطبخ وعلى مستوى التفصيل. كما قلنا النصف الثاني من شهر 12 مش يعرف كما قلنا انفراج تدريجي وإن شاء الله مش يتواصل على مدى الفترات القادمة نرجع للنطاق الطبيعي إما على مستوى التزويد وعلى مستوى الأسعار بالنسبة للحوم الدواجن وللحوم الديكرومية. ثم انخفاض في الأسعار كما قلنا في شهر طبعا باش نرجع كما قلنا نحن مع ارتفاع كميات وارتفاع كميات معروضة وارتفاع مستويات الإنتاج ارتفاع الأسعار باش تعود للنطاق نتاعها الطبيعي. هي الأسعار لحد الآن يعني محددة وفق القرار يعني 8 دينار 500 بالنسبة للجهاز للطبخ و 16 دينار بالنسبة لشرائح ديك الرومي على مستوى التفصيل. كما قلنا إن شاء الله بدينا نلاحظوا في تحسن الكميات حتى باتصالاتنا اليومية مع المذابح وإلا مع تجار التفصيل قاعدين نلاحظوا في تحسن في الكميات كيف كيف إن شاء الله باش نتوقع انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة. نستغل الفرصه انا نسال على السول بالنسبه للسول يعني بلدي المواطن تونس ولات عنده ثقافه نتاع السول اللي يسمى فتره السول بالشقه للمشتريات نتاعو. تقريبا انطلقنا في موسم السول منذ يوم 7 اوت يوم الاربعاء 7 اوت 2024 وواصل لحدود 17 سبتمبر وتم خلال هذا اليوم تم التمديد في باسبوعين في فتره السول نظرا لانه الفتره هذه تتزامن مع العوده المدرسيه. الناس مازالت والمواطنين مازالوا يقتنيوا في المستلزمات واما يعني المستلزمات المدرسية وإلا حتى المستلزمات اللباس والتحذية. على ذلك فني تم تمديد في أسبوعين لتحريك حتى يعني لتنشيط الحركة التجارية بصفة عامة. يعني إذا كان مش نقصوا قيمك سي رمزي طريقة تمام كمية إنتاج متوفرة ربما تم تخفيض بعض الأسعار. كتلي محمد الدجاج ب 8500 وتكلفة 16 دينار وتم تحسن في الكميات وان شاء الله ربما بالطبع باش ينقصوا باش فما انفراج باش ان شاء الله باش نلبسوا الفتره القليله القادمه باش نبداو نلاحظوا في التراجع هذايا بحكم ارتفاع مستوى الانتاج. شكرا لك سي رمزي طرابلسي مدير المركز الوطني للتزود بالاسعار. باهيك هيك الوقت زينه تحياتي لك ديال الكريفي. شكرا لك شكرا لضيفك فاتتكم فقره عينك على الاداره والتطمينات والارقام اللي قدم هنا سي رمزي تلقاها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه وصفحه استوديو الوطنيه. عينك على الاداره. عينك على الاداره. شكرا على حسن الاستماع. شكرا على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية هذا استوديو الوطني. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين غير دارجين ضيفنا اليوم في الانترفيو ماضي ساعة وربع بعد نشرة الأخبار المفصلة اللي باش تقدم هنا مريم الغربي. نستقبل ممثل وزارة الداخلية العميد مميش عودة على آخر التطورات في علاقة بتأمين المحيط المدرسي. طبعا أيضا مع العميد عميد مميش نرجع على التأمينات موسم سياحي تفاصيل أخرى والتحديات الأمنية الراهنة. هذا موضوعنا بعد شوية. سينو بعد استوديو الوطنية تجيكم عليك اللي يزيد في الفورم اليوم بيت العيلة ترجع على موضوع هام وهام جدا العنف المدرسي العنف في الوسط المدرسي ومؤخرا خسرنا ضحية في بسبب العنف في محيط المدرسي. تحبوا تتفاعلوا معها عندكم تعلقوا عندكم تقولوا مع ملك يزيد نجموا تكلموها على 71 844 404. هذا استوديو الوطنية الأخبار الكلمة المريم الغربي راجعين. شكرا مجددا أنيس رفيق وكرونا.